منتابع معكم مشاهدينا مع دكتور وليد أبو دهن، اختصاصي عمود فقري وديسك. دكتور أبو دهن، أهلا وسهلا فيك. بونجور باسكال. موضوعنا لليوم أكيد بهم كل المشاهدين، لأنه عن جد عنا كتير عادات سيئة حتى توصلنا لوجع الظهر. مزبوط. وما بتسمع بالمجتمع غير عم بيحكوا عن وجع الظهر، فبشكل عام شو ممكن نتفادى؟ وخلينا نبلش من نحن وصغار عنا مشاكل كتيرة. صحيح. أولا هالشنطة يلي بمسكونا إياها. مزبوط باسكال، هو 70% مشاكل الظهر والعمود الفقري وأوجاعه هي نتيجة استعمال خاطئ لجسمنا. يعني نحن بنستعمل جسمنا بطريقة غلط بحياتنا اليومية، بشغلنا، بمدرستنا، بكمبيوتر، كل التكنولوجيا عم نستعملها عم توصلنا انه نوصل لشيء اسمه وجع دار. هلا نحن اذا فينا نتجنب هذه العادات السيئة ممكن نحسن كثير من وضعنا ونخفف من آلامنا ونتجنب يمكن مشاكل بتصير على المستقبل. فنحكي نحن بنحكي بالاشياء اليومية بتصير معنا، مثل ما تفضلتي بتبلش من وقت الاولاد لاخر العمر. بقى نحن بنبلش مع الاولاد كذا مره صرنا حكينا هذا الموضوع، هي شنطه المدرسه اللي هي كثير ثقيله وكثير مضره لظهر التلميذ. بقى نحن نجرب انه نمرق كل شغله شوي على السريع. شنطه المدرسه المفروض مثل ما حكينا سابقا انه تكون قد الامكان خفيفه، تكون شنطه كثير منيحه وشاده على ظهر الكتاف التلميذ، منها ديل على تحت، وقد الامكان يخففوا من وزنها وما يحلوها كل الوقت، يعني ناطرين الوقت وكار يجربوا يحطوها على الارض. هالاشياء يعني الكومن سنس يعملوها مشان ما توصلون هيدي. اوكي. الاولاد هيدي من ناحيه، الناحيه الثانيه الصبايا والستات اللي بيحملوا شنطه الساك على كتف واحد، يعني طلعت الاحصائيات بتقول الساك معدله بين 5 و7 كيلو. انت عم تحمليه على كتف واحد عم تضلك شاد النزول، عم تاثر على الكتف وعلى الورك. جربوا قدر الامكان انه ما تحطوا الوزن الثقيل بالشنطه، قنيت المي والتفاحه والسلولار والشارجر والباور باور كل هالاشياء اليوم. جربوا قدر الامكان مخففون او يستعملوا ساك اصغر مشان هيك. الرجال شغلة كثير مهمة ما بينتبهوا لها هو الوالت او البوموني اللي بحطوها بجيبتهم، محفظة بتكون عادة بين 3 و 5 سكوليوز، هي بتعمل اشياء كثير بتضل دائما لاوقين هيك، بتكون بين 3 و 5 سنتي. هي بيقعد الرجال وهي بجيبته من ورا بيرفع الورك من ميل، بيصير عنده خلل بالعمود الفقري بتاثر على ظهره وعلى عدم توازن العضلات. يعني للستات وللرجال ممكن يتعرضوا للساك للاولاد يكون خفيف، للصبيه يكون كمان خفيف، جربوا يعملوا التنيشن بين الكتف الثاني. والرجال ما يحملوا المحفظه بجيبتهم هن قاعدين او هن عم يسوقوا، يعني هيدي الشغله. هلا في صور اذا بنعرضها بتفرجينا على السريع هذه الامور نحكي عنها. كثير مهم انه الساك يكون خفيف. يعني ثواني بصير اوكي، سو الساك مثل ما حكينا. هلا الشغله الثانيه اللي بنحكي عنها هي اليوم المشكله اللي عم بتصير اكثر شيء ونعملنا انه ما في نو سبورت، ما بنعمل رياضه. ايه طريقه اللايف ستايل تبعنا، اللايف ستايل كثير يعني نحن او بيعملوا سبور بجربوا يعوضوا سبور برياضه كثير عنيفه، بيروحوا على الجيم نص ساعه بفكروا انه بيعملوا شيء كثير قوي حتى يعوضوا عن النقص بالسبور، وهذا الشيء كثير غلط. لانه نحن المفروض اذا بنمشي يوميا 3 مرات بين 10 و15 دقيقه. اوكي. هيدي كيف نتغذى، تمشي الدوره الدمويه بالجسم وتخلي عضلات يحافظوا على مرنتهم ويضلوا يشتغلوا بشكل طبيعي. ما في داعي نفوت بسبور كثير قوي بس بفكره انه عم نعوض على قله سبور. لا، خلي يكون السبور شيء خفيف وبطريقه معتدله. هلا جايين على الصيف، السباحه كثير منيحه وكثير مريحه وكثير مفيده لك عضله الجسم لانه بتخفف ضغط. قد ايه قعدتنا دكتور؟ هلا قعدتك رح تعمل لك وجع ظهر. قد ايه قعدتنا بتلعب دور يعني من قرب كثير حتى نشتغل على الكمبيوتر؟ هلا بالنسبه للقعده اوكي، مثل ما هيدا الساك اللي حكينا عنه، انه شفتي كيف الساك اذا بتطلع صوره الاكس راي بالنص قد ايه الساك على الكتف مأذي جدا، بيعمل سكوليوز للاولاد اللي هو التواء العمود الفقري، بيعمل مشاكل كثير كبيره ما بتبين على الصغر، بين بعدين على الكبر. وما بتتخيلي باسكال نسبه الاولاد اللي بتيجي لعندها على الكلينيك ما عندها وجع ظهر. مش طبيعية الشنطة، كتير 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 عالية، شغلة كتير عالية فوق العشرة كيلو وات. هذا الوالت إذا بتطلع على الصورة تحت المرسومة، كيف الوالت على المحفظة عمالة اليمين
كيف عامل خلل بالورك كيف قاعد كيف الاول تو عم في قرير لانه بده يصير في شيء اسمه كومبنسيشن يعني تكافؤ بال حتى اوقات بتكون اسمك بكثير من هالولت اللي عم نشوفها هون يعني اوكي قعده المكتب اوكي اللي هي كثير عنصر هوم واوقات فينا نكون قاعدين من 8 للخمسة هذه حياتنا صارت اليوم بكل اسف اوكي الكعب العالي الكعب العالي حكينا على كذا مره كمان شوفي كيف بغير الالاينمنت تقويم عمود الفقري الكعب العالي لك الصوره يلا على الشمال كيف جالس عمود فقري هذا التقويم طبيعي اذا بتطلع على المات اليمين شوفي قد ايه بأثر على الركبه وعلى الورك على صار في انحنى زياده باسفل الظهر وبالرقبه وقد ايه على مشاكل الركبه وال وال والكاحل ووجع الراس والكتف كلها بتجي من تغيير استقامه العمود الفقري الالاينمنت تبعه التوتر ستريس اللي نعيشه هنا كثير بأثر كثير على عضلات الكتف والله. وعلى الرقبه وبيعمل مشاكل بال نحن بنفكر العكس من وراء وجع رقبتنا بنتوتر ومنعصب الوجع راسنا اوكي الفرشه والنوم الغلط شوفي كيف ظهره كيف بحاله يرسل لها هيدي كثير بنستعملها عم نحضر تي في عم ندرس او على اللابتوب او على التليفون هيدي الامور كثير بتاذي لانه صار في ضغط كثير على فقرات الظهر والعضلات المحيطه به دخلك دكتور احسن الواحد يكون نايم من دون ايه هلا بدك تاخذ انه كيف بكون تاخذ سبورت مثل حكينا سبورت نو سبورت او سبورت عنيفه اللي هي كثير عم بتاذي وعم توصلنا لهذه المرحله انه عم نحط جهد اكثر على الجسم وعم تعب حالنا بطريقه كثير عنيفه وما بنوصل لنتيجه السبورت اللي لازم نحصل عليها اوكي والنوم الغلط او القعده الغلط يعني اليوم بنقعد نحضر تي في او بنقعد على الايباد او على التليفون على نضل ساعات قاعدين بقعده غلط كمان هيدي عم تاثر على 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 العضلات وعلى العمود الفقري وعلى كل الحالات اللي ممكن نوصل لها من وراء سمي الخاطر الجسم السبور الغلط اوقات كمان ممكن يؤدي لهيك مشاكل السبور الغلط اكيد لانه احنا عم نحط مجهود كثير كبير على جسمنا اللي هو منه معود يعني احيانا بكون بتصير كثير انه بكون بيروحوا بيكنيك نهار الاحد وبيخطر على باله مثلا البي اللي صار له سنتين مش فايت على الجيم انه يروح يلعب فوتبول مع اولاده ويشوط الطابه بيصير عنده احيانا بيعمل مشكله ديسك لانه العضلات منا مهيئه يعني عم يشتغل بشيء دغري فجاه وهيك بتصير في ناس مثلا بيشتغلوا اعمال شاقه يعني بالبيلدينج بالعمار وعمالهم شو عشيه بيروح على الجيم طب انت كل نهارك عم تشتغل شغل عم تعب عضلاتك عم تحط عليهم مجهود اكثر هالفكره بده يكون في شوية تفكير سليم كيف قدام نحافظ على على جسمنا لانه هذا الجسم في له معدل في له مقدار فينا تعبه فينا نتجاوزه وهذه مقوله نو بين نو جين هي كثير غلط لانه البين الوجع هي رسالة يخبرك إنه أدي إنه stop وقفي لازم نسمع لجسمنا exactly. هذه شغلة كتير أساسية. so نحن يعني هلا كمان شغلة كتير مهمة هي زيادة الوزن لأنه كل شيء بحط وزن من الدم على بطننا بحط 5 أضعاف ضغط على العمود الفقري 5 أضعاف. أوكي. so كتير مهم إنه نحن نجرب نخفف وزننا بالدايت ونعرف كيف نخفف ضغط على ظهرنا ونشتغل على على عضلات المعدة حتى عضلات المعدة كمان يعطوا سبورت للور باك اذا عم نقرا او حملي التليفون هيدي اليوم صارت كلهم بالبيت اوكي كتير جرب يعني هو هو الطريقه الاسلم للرقبه انه يكون تليفون على سويت الرقبه هيك مش نخين هيك لانه كمان حكينا عنه نطب لقدام تحط احيانا لحد 30 كيلو ضغط على عضلات الرقبه يعني كمان عم نطلع بهالضغط حاطين 30 كيلو تخيلي حاطه وزن 30 كيلو ضغط على رقبتك كل ما عم تطلع تحت سو اذا بدنا نحكي وما فينا غير ما نحكي على الواتساب جرب نحط مخده تحت ايدينا نعلي ايدينا نمسك التليفون بالمخده بطريقه يعني يكون ايدينا عاليين الكتابه والقراءه واللابتوب بالضبط كمان نجرب قد ما فينا نقعد على الليفل تبعنا بالضبط واذا بدنا نمشي على الارض كثير مهم لك واحد نخيط للمشي برق ظهري او عطست برق ظهري هي مش من هي عنده استعداد كان وديس طالع بده بد هالحركه الانفجاريه فكثير مهم انه ما نحن نخلى قدام ننزل على طول على جرينا نمسك الغرض يكون حسابه يكون بين الجرين ونطلع فيه جالس مشان خفف ضغط على الظهر لانه اخطر شيء على الظهر اللي بنسميه باند ليفت اند تويست اللي من نخلى قدام نحمو شغله ونور فيها يعني مثلا عم تطلع شيء من صندوق السياره ثقيل
وعم تشيلي هيك هذا بيأذي كثير الظهر. فكثير مهم انه نحن نقرب الغرض علينا، ننزل على جرينا، نستعمل عضلات الجرين مش الظهر. ويمكن لما نحمل كمان كثير ثقيل، قد ايه فينا نحمل نسبة لجسمنا؟ هلا الحمل ثقيل جربي توزع للثاني مش عم مش ايد وحده، رجع عاملين شوبينج نحمل الغرض بالكيس، الكيس وزعه بالتساوي او يكونوا في في رياحه بالاثنين. هلا الغرض ثقيل قد ما فينا نقربه على جسمنا ونحمله، ننزل على الارض ونحمله، مش نحمله ونشيله هيك، لان هي بتحط كمان ضغط اكثر على العمود الفقري. كون قاعدين بمحل بجيت الصيف والاي سي، كون قاعدين بمحل في اي سي كثير قوي ودرجه الحراره بالاوضه الاولى 18 20 برا 35، كثير مهم نعرف كيف نطلع من الاوضه لبرا او العكس اذا كنا برا ما نفوت دغري، لانه العضلات بيتاثروا بالحراره بصير في تشنجات عضليه، وهيدي احيانا بتؤدي انه تكمش العمود الفقري بطريقه غلط وتعمل ديسك. فكثير مهم نطلع وما نعرض ظهرنا مباشره للاي سي، اذا حدا بمكتبه في اي سي عبدو بعرقته وعلى ظهره هاي اللي يعمل لها مشكله، اللي يعمل لها حل لانه راح يعمل له مشكله. اوكي دكتور، خلينا نرجع للنومه. شو النومه الانسب حتى ما نكون يعني عندنا اوقات تندنسي نكون غامرين الف شغله ونكوكع حالنا وما بعرف؟ هلا بالنسبه للنومه هي مش مهم، يعني في عده وضعيات للنوم. بس اول شيء نطلع انه التخت او الفريش يكون قاسي مشطري، يعني التخت الطري اللي بننام فيه بياخذ هيد سلونجينج بوزيشن، هذا بيحط ضغط على على عمود فقري 7-8 ساعات يوميه. اوكي بالنوم. كل ما كانت اقسى كل ما كانت اقسى. هلا النوم على الظهر كثير هي الاريح بس هي الاقل استعمالا. اذا بواحد ينام على ظهره يحط منشفه صغيره او مخده صغيره تحت الركب، اوكي، وتكون المخده منها كثير عاليه اذا نام على ظهره. اذا نام على جنبه لتكون مخده اكبر شوي، حتضل الرقبه والعمود الفقري هوريزونتال بنفس المستوى، ويفضل حط شيء بين الركب اذا في خلي يمكن الليل حضلوا رجلتين باراليل ما الواحد تقشط. النوم على البطن كثير مضر لانه بحط كثير ضغط على العمود على العمود الفقري، وباثر على التنفس. انا صار الرويع عم يشتغلوا ليرفعوا جسم كامل لان كل شيء ضغط عليه، حكينا مره عنها. فكثير مهم الواحد المخده والتخت يكونوا بشكل سليم. التخت قد ايه لازم يكون عمره اكثر من 8 سنين؟ لو اعطيني كي لايف تايم جارنتي ما بيسوى. وكثير مهم ان قلبه شمال ويمين وفوق وتحت حتى ما يضل في ضعف بالنص. المخد اكثر من سنه ما بتهدي المخده قد ما تكون نوعيتها منيحه، ولازم تكون المخده كبيره حتى لنكبسها تعطي هالفوليوم اللي بسكر المسيف بين الدين والكتف، يعني المخده الرقيقه ما بتسوى ابدا. اوكي. الريش وهو القصص اللي كانوا يحبوه مش روعه، يعني ما هو بدنا ناخذ حتى يعني والافضل اذا حدا يعني حدا يطلب من مرته او من يطلب من زوجها بس تنام على ظهرها او على جنبها يوقف وراها ويشوف وضعيه رقبتها وظهرها كيف، هو بيعرفوا قد ايه لازم يعلوا وطن المخده حاسس، لانه كل انسان عنده دماغ غير. بالمطبخ الستات بيطلعوا شيء على الرف العالي، كثير مهم اذا مثلا عم بيطلعوا احيانا طنجره ثقيله، كثير مهم انه ما يرفعوا ايديهم ويشيلوا شيء ثقيل هيك بتاذيهم كثير، يقفوا على شيء ويكون يعني ما يكون مستوي دائما. واذا بده يطلعوا شيء من تحت من تحت المجلى كمان ما ينخوا، يفتحوا اجر لقدام مش لورا، يعني ويحطوا ثقلهم على الاجر اللي قدام، يعني ينزلوا على الاجر اللي قدام، هي بتخفف كثير بتشيل ضغط عن الظهر، لانه اغلب مشاكل بتصير عم شيل شيء ثقيل من تحت المجلى الطنجرة او شيء او عم فوت شيء على الفرن عم تشيله، هي كمان المفروض ننزل على جرينا ما ننخ. النسوان يلي بيشتغلوا بالبيت الليل يعني صاروا بس يلي بيرتبوا التخت ويلي بينظفوا البانيو وهالشغلات ما ينخوا ويشتغلوا، يركعوا جرايهم. اوكي ما تجربي صعبه ايه بس كمان تركع جراي وتظبط التخت اهون بكثير ما تنخ على ظهرها، وما تجربي جرب تظبط ميل الثاني من ميل واحد تبرم. يعني هيدي المادة اللي قدام غلط، كيف قدام نعمل اشياء غلط بيومياتنا يعني كثير خطر. بالبانيو عم بتحمم يوم زحطة صغيرة بالبانيو ارض مي، هيدي الزحطة صغيرة لما وقع بتعمل الهيد جيرك بتعمل مشكلة بيشدوا عضلات حتى الزقة يعني بالضبط الزقة كمان هي كثير مهم. في هودي اليوم الهودي البلاستيك بحطوهم بقلب البانيو مشان ما يصعد وما بتكلف شيء، بس بتوفر عليك مشكلة وجع الظهر ومشكلة ديسك يمكن بس هيدي على البحر بتزق الف زقة يعني هيدي الامور بدنا ننتبه لها. بنكون في وجع ظهر النشاط الجنسي كثير مضر، بقى ينتبهوا هاي بفترة ما يعملوا اي نشاط جنسي المزوجين لانه بتأذيهم اكثر، لازم يكون في عنده ريحة وما يكفوا فيها. في ناس بتشتغل اعمل
ثقيله بتشيل يعني بحكي شغلتها هي انه تحمل أوكي. في اليوم في يجيبوا شيء مثل قشاط بيلبسوه بشد الظهر، هذا بيلبسوه مش كل النهار لساعات قليله لما يكون عندهم شغل كثير بيعطيهم سبورت لظهرهم، بس اذا استعملوه لفتره طويله راح يضعف عضله الظهر وبالتالي راح يزيون. اذا رايح مشوار بعيد بالسياره وفي مثلا شوفير كاميون بيعرف في محلات في جوار كثير بيلبسوا مثلا بينزل من الكاميون او يطلع كاميون ما ينط من فوق لتحت، اللي هن بيفكروا شيء عادي بس هي كل يوم بتتكرر وهي التكرار اللي بتوصل لهون. بالكوي مثلا اذا كمان ست اللي ما بتشتغل تكوي اوكي او جرب تقسم الكوي على مرحلتين. لازم نقعد ولا لا؟ فينا نوقف بس فينا نحط قدامنا مثل كرسي طبليه صغير نوقف تحط اجرة عليها كل نص ساعه تبدلها اوكي ما يعني ما توقف هذه بالكوي او بالجري مش حتى تضل الورك يتحرك. بالنسبه للمكتب والاوفيس كمان ماكسيموم نص ساعه قاعدين على الكرسي يعني احنا بنعطون كنا نقول لهم 20 يعني 20 مينتس على الاوفيس 20 سكند نقوم، والمفروض يكون الظهر من الارداف البادكس للكتف ملزق بظهر الكرسي اوكي اذا كرسي ما فيها هالسبورت من تحت الطاجه نحط شيء مخدي او منشفه منشان نعبي الفراغ هيدا ونكون قراب كثير على الكمبيوتر والكمبيوتر بمستوى مستوى الفيجن يكون هوريزونتال مش ممنخ عليه أوكي. اذا واطي بنعليه بشي كتاب ونكون الكرسي الى مسند نريح ايدينا عليها والاجرين جالسين على الارض بزاويه 90 اوكي دكتور القعده اجر على اجر مأذيه؟ هذه كثير مأذيه، هذه بدها حلقه كامله لانه فيها كثير مخاطر. اول شغله بتعمل شيء اسمه بدها نشيله الورك بتعودي هلا اغلب الستات اذا بتساليهم بياخذوا مثلا شمال فوق اليمين او يمين فوق شمال هيدي نتيجه عندهم مشكله بالحوض يعني في عندهم شيء تلت او تويست بالحوض بتلاقي بحط اجر اليمين فوق الشمال اريح او العكس يعكسوا بالقوة بمنا مريحة على جنب تحط اجر هيك انا بهيك برتاح اكثر بس لان ما لازم اجري تكون لجهه المشاهدين بتقصص بهالميل سو هيدي منا مريحة معناتها عندك مشكله بالحوض يعني لازم بالميلتين ما انزعج بالضبط وهي المفروض هي كمان ما حط اجر لانه هي بتعمل بتعطي بتصير بلش تعود الورك هي حتى بالبادي لانجوج ما لازم حط اجر على اجر بس الواحد بيتعب هيك اوكي وبتعمل مشكله كمان بالسيركيليشن بالدوره الدمويه على الاجر يعني في كثير مخاطر ايه بصير عندنا هون احمر لما نحط اجر على اجر بصير هون حمراء وهون حمراء بعدين فهيدي بتكون يعني كثير كبير بيمرق من هون عندنا طيه الفخذ هلا عم نحط اجر فوق اجر عم نضغط عليه عم بتاثر على الدوره الدمويه على اجر اكثر من اجر وبصير في خلل بالسيركيليشن يا شو عم نعمل اجرام كل يوم بحق ظهرنا يعني. خلينا نقول شو كمان عندنا بالنسبه للستات مثلا بده ينشروا الثياب اعطوا لهم هلا شو الثياب المبلوله بالماء اتقل من الثياب فكروا انه هيني بيشيلوها بحطوها على الارض بصير كل شوي ينخوا ويطلعوا جرب احمليها بليتين تسلي قريبه على جسمك بدك تنشريهم جيبي طاوله حطيها حدك يعني ما تنخي لتحت كل ما تطالي قطعه لان هذه شغله تازه يعني هذه شغله باسكال صغيره هي بس دكتور خلينا نكفي بس صار دور موجز الاخبار بتمام العشره ورح نرجع هيك نعطي اخر اكيد النصايح لليوم معك دكتور فاذا مباشره لاستوديو الاخبار وموجز اخبار الساعه 10 واخر المستجدات أبو دهن اختصاصي عمود فقري وديسك حتى نكون أكيد عم نتابع موضوعنا لكل النصايح يلي عم تنعطى لكم حتى تكونوا عم تتفادوا كل شيء غلط بتعملوا بحياتكم ودايما بأثر على وجع الظهر. فإذا دكتور أعطيتنا نصايح كثيرة هيك بالختام شو بتعطينا كمتابعة خلينا ناخذ بعد كم شغله ننتبه لو كل حكينا اليوم نحن اهم بس شغل البيت خاصه يعني شو ما عملنا بدنا ننتبه كيف عم نتصرف بس نحن عم نشتغل نحن هذه الماشين اللي عندنا اياها الجسم ماشين كثير ذكيه اذا بنسمع لها ونتعامل معها بتناغم بتريحنا كثير وبتطولنا عمرنا وبتريحنا مشاكل بعدين اوجاع فكثير مهم انه نعطيها حقها ما نتعبها ما نستعملها بشكل انه ماشي الحال شوية وجع مش بيمشي الحال. الوجع هو رسالة جسم بيبعتها ليخبرك انه عندنا مشكلة. الوجع هو رسالة كتير مهمة نسمع لها ونحترمها مش انه نسكتها بوجع بحبة دواء او نتجنب او ما نرد عليها بل لما نحس بوجع دغري بنوقف كل شيء بأسرع وقت ممكن تركي كل شيء من ايدك اسمعي ليه وجعك ظهرك او رقبتك او وات ايفر واعطيه حقه
ما تخلي انه ماشي الحال وجع يمشي الحال. نستعمل شوي الكومن سنس، شوي المنطق، انه كيف نستعمل جسمنا، كيف نريحه، كيف نعطيه. يعني كثير مهم ان نريحه لجسمنا، يعني بين الشغل والشغل نرتاح، مش انه لازم عزل عن البيت نهار كامل خلصه، خليه ياخذ يومين وثلاثه. عرفتي كيف؟ ليه بعجلوا وبيتعبوا حالهم انه على اساس انه ماشي الحال شويه وجع بيروح، بس هذا شويه وجع عم يتراكم وبعدين بينتهي الامر، بيجوا لعندي على يده عند اي حكيم انه ظهري صار له. بقى كثير مهم انه نريحه لجسمنا، نتعامل معه بذكاء، نتسمع له ونسمع، نحترم الوجع، ناكل اكل مفيد، نعمل رياضه، نشرب مي. المي كثير مهمه للجسم، لازم مينيموم نشرب 8 كبيات بالنهار، وكبايه زياده على كل 10 كيلو زياده، كيلو أوكي. كل 10 كيلو زياده بالوزن بدك فوق 8 كبايه. نعمل التليفون والسياره والشغله اللي بتعرفها بتحزينا، جرب انه ما نطول عليها. بشنط المدارس هذا اهم شغله يعطونا نركز عليها، انه تكون خفيفه، تكون سليمه، نساعد اولادنا بالشنطه بتعبئتها وتفضيتها ويشتغلوا على صعيد المدرسه. اكيد رح يكون في عنا حلقات كثيره حتى نعطي التوعيه لكل المشاهدين حتى يتفادوا اكيد وجع الظهر، واذا في وجع ظهر يسمعوا لجسمهم وينتبهوا. اكيد مش بس الحبوب هو الحل. ميرسي دكتور، ومنشوفك. ثانك يو مشاهدينا، بريك ومنتابع معكم.